الحلقات العشرة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية شهدت لقطات وأحداث مشوقة. الحلقة العشرة من مسلسل الكبير قوي شهدت أحداث كتيرة. فكر جوني مع هاجرس خلال أحداث الحلقة إزاي هينجح في وصول مفتاح خزنة البنك لحزلقوم، وفكر جوني أنه يربط المفتاح في بالونات واتصل بحزلقوم وبلغه يطلع على سطح البنك علشان ياخد المفتاح من البالونات، ويقف طبازة على السور ويمسكها ويسقط طبازة من على السور، وبتنتهي الحلقة باعتقاد الشرطة أن حزلقوم بيرمي الرهائن من على السطح. ده مجنون، ده بيرمي الرهائن من فوق. شهدت الحلقة العشرة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي أحداث كتيرة، منها توجه مي أو حالة شيحة لبيت مختار أبو المجد لتأدية واجب العزاء في القطة زكية اللي العيلة كلها حزنت عليها حزن شديد وبكت وانهارت عليها مايا بنت مختار أبو المجد. أيضاً شهدت الحلقة موافقة منى على الارتباط من الدكتور أحمد وحددت له معاد مع والدها خالد النبوي علشان يتقدم لها، وبكده بتسهل مهمتها في السفر للبعثة، وبالفعل بيوافق الدكتور أحمد يروح يقابل مختار أبو المجد. طيب هو أنا ممكن أعرف إيه اللي غير رأيك؟ قصدي يعني إيه اللي حسم الحيرة اللي جواكي لصالح إنك توافقي على الارتباط كمبدأ؟ لا عادي، فكرت شوية كده يعني وحسيت إنه يمكن يبقى عندك حق. شهدت أحداث الحلقة العشرة من مسلسل عتبات البهجة قيام فلة أو هنادي مهنة بالذهاب لحنفي أو محسن منصور وهي بتبكي، وقالت له إنها موافقة على الجواز منه بعد ما تكلمت لولا الرقاصة إنها تتجوز من تيتا أو عنبة. في الحلقة كمان راحت جميلة أو بسنت أبو باشا لجدها بهجت في سنتر الكيمياء، وقالت له إن بيعت الشاي قدام السنتر بتبيع للطلاب سجاير، وده اللي خلاه يغضب منها وراح لها ولقى عندها أنواع مختلفة من السجاير. شكله كده عايزة تقولي حاجة، قولي ما تكسفيش، قولي يا حبيبتي. شهدت أحداث الحلقة العشرة من مسلسل كامل العدد بلاس ون ذهاب حياة أو إسعاد يونس لعيادة ابنها الدكتور أحمد أو شريف سلامة لاستكمال جلسات علاجها. بتدخل الدكتورة ملك عليهم العيادة وبتظهر ترحيبها الشديد بيها، وحاولت حياة أو إسعاد يونس إن هي تظهر للدكتورة ملك بطريقة كوميدية إن ابنها الدكتور أحمد أو شريف سلامة متجوز وعنده ولاد كتير، ومسكت ببرواز صورته مع زوجته ليلى أو دينا الشربيني وابنهم عمر عشان تشوفوا الدكتورة ملك، لكنها ما تأثرتش بأي شيء. أحمد؟ لا لازم تشوفيهم على الطبيعة بقى إن شاء الله. هقولك حاجة، يوم الجمعة اللي جاية عيد ميلاد حسن وحسين، تعالي وهنعمل العيد ميلاد مع بعض وهتنبسطي قوي، مش كده يا أحمد؟ آه يا ماما، أنا ما عزمتهاش بس عشان أكيد عياله كده مش هتحب الدوشة، مش كده؟ لا بالعكس، دي هتنبسط وسط العيال كلهم مع بعض كده قوي. لو ما جيتيش هزعل منك جدا. لا لا هيجي إن شاء الله، ما أقدرش أزعل حضرتك. ربنا يخليك يا بدأت الحلقة العشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج بذهاب زوجة فؤاد سلوى خطاب للمدرسة اللي بتشتغل فيها صدفة بعد ما دلها عليها أحد رجال فؤاد خالد الصاوي، وواجهتها بكل اللي عرفته وكل اللي دار بينها وبين جوزها فؤاد. في البداية أنكرت صدفة، لكنها لما قالت لها إن فؤاد هو اللي حكى لها اعترفت لها بكل شيء، ولكن اتهمتها زوجة فؤاد بالنصب وهددتها بالقتل لو ما بعدتش عنها وعن ولادها. عندكوا تربة ولا تلحقي تشتري واحدة تدفني فيها؟ ما كفاية تهديد يا مدام، لعلمك أنا حقي وحق أم الله يرحمها عند ربنا، واللي عند ربنا ما بيروحش.